لا خالص، مش امرأة غيورة خالص. دي الحاجة الوحيدة اللي في الستات اللي ما خدتهاش. اهلا واضح بشرى. مرة كذبت على صديق زميل عزيز في الوسط الفني، ممثل أستاذ محمود قبيل، وعملت فيه كذبة إبريل، وقلت له يعني أو قالوا له إن أنا مت، وهو اتضايق جدا جدا وزعل قوي قوي، وقال لي ما تعمليش كده تاني أبدا أبدا أبدا. فتشت ناس كتير جدا في حفلة راس السنة عشان تليفوني اتسرق واختفى، ففتشت ناس كان منهم مثقفين وفنانين وناس مهمة جدا جدا، بس وقفتهم كلهم طابور وفتشتهم واحد واحد. كان أول امبارح من الضغط العصبي والتعب ومن قلة التقدير أثناء العمل. أسعد يوم في حياتي لسه ما جاش. مرة معجبة سابت لي ابنها الطفل الرضيع واختفت، وما لقيتهاش، وفضل الولد على ايدي بدور على مامته مش لاقياه، فكنت خايفة جدا. بس الحمد لله ظهر التاني من وسط الناس. بوشكش. ولا حاجة، أنا راضية عن نفسي جدا ومبسوطة، ومش عايزة أغير حاجة في اللوك بتاعي ولا في أي حاجة من خلقة ربنا. في شخصيتي إن ما يبقاش قلبي على الحاجة زيادة عن اللزوم، يعني ضميري محتاج ياخد أجازة شوية. لو إنتي تيجي طبعا لازم تبلغ عني، جايز يدوك نشان ولا شهادة تقدير. كان الجونة قبل الشغل، بعد كده بدور على مكان جديد اروحه عشان احس ان انا مرتاحة نفسيا. اكتر بلد بحب اسافرها انجلترا، مسقط رأسي. بطاطس. أرقص 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 أرقص. ولا ثلاث ثواني حتى، بس إن شاء الله هكسره وهقعد من غيره. لا يا ماما، الكلام ده ما يتقاليش، أنا أنت اللي عملتي في نفسك كده. يا نهار اسود على اللي هعمله، هلف اشوف كل المنافقين اللي بيسلموا عليا في الوش وفي ظهري بيروحوا يتكلموا ويقولوا كلام مش حقيقي ويفتروا عليا. العدالة للناس كلها. نعيشها لأقصاها لآخرها، يعني نعيش مش يعني to live not to exist. شكرا. واضح.